السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الوطنية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، الثلاثاء ديال هذا الأسبوع هذا اللي غيكونوا إن شاء الله في جميع المحلات ديال بيم. أي محل حداكم غيكونوا في هذه العروض هذه إن شاء الله. لأول مرة يزورنا في القناة متابعينا الكرام يشترك يفعل زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وما يبقى يفوتكم حتى عرض إن شاء الله. إذا ما تنسوش تشجعونا بالضغط على الزر ديال الإعجاب، راه سهل، اهبطوا ضغطوا على الزر ديال الإعجاب وكملوا معنا الفيديو ونبداو على بركة الله. متابعينا الكرام، كاين أول منتوج معنا كما كتشوفوا معنا قطع البطاطس المتبلة، بطاطا مقطعة ومشرملة من جرين طابل، 750 غرام. هادو مجمدة، هاد البطاطا هادي مجمدة ب25 درهم، 500 ريال. في هاد الساشية هادي 750 غرام، يعني نص كيلو وربع كيلو، يعني كيلو قل ربعة. متابعينا الفضيل، وكاين معنا ايضا كوردون بلو ديال الدجاج من كينغ جينيريشن كما كتشوفوا معنا، 400 غرام. هاد الساشية هادي 400 غرام ب43 درهم، 860 ريال، 43 درهم، 400 غرام. وكاين ايضا معنا مثلجات من فروستي، كاين بالشوكولا وكاين بالنوكا، جوج انواع. هاد البواطات هادو كيهزو لتر واحد، 35 درهم البواطة، 700 ريال من فروستين. مرجو من المتابعين ديالنا اللي سبق لهم جربوا هاد المثلجات من هاد الشركة يشاركونا التجربة ديالهم، الله يجازيكم بخير. كاين ايضا معنا مشروب غازي مونادا تروبيكال من كلاس، لتر ونصف، 6 درهم، 120 ريال. وكاين معنا شرائح ديال السلامي، السلامي ديال لادان من جيدة، 80 غرام، 9 دراهم، 180، 180 ريال من جيدة. وكاين معنا مجموعة ديال لانشون من سيليكتا، كل واحد فيه 550 غرام، جوج قطع، كيلو و100 غرام، في المجموع ب27 درهم، 540 ريال. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام كيبانو بوضوح. وكاين ايضا معنا مقرمشات مملحة كراكرز صالي من ارتور، 90 غرام، 90 غرام بمذاق البصل، ب5 دراهم. هاد لي كراكرز 5 دراهم، 100 ريال. وكاين معنا هاد لي بيسكوي بالسيترون بالحامض، 0 سكر مضاف من فلوربي، 130 غرام، ب14 درهم، 280. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام مسحوق له الصالة من اومو، كيس ديال 7 كيلو اللي جابو هاد المرة، 7 كيلو اوموماتيك كومفورت، 140 درهم، 2800 ريال، 28 100 كما كتشوفوا معنا من اومو، 7 كيلو. وكاين ايضا معنا سائل منظف للملابس من اريال، 2.5 كيلو. كيوفر لكم 23 غسلة على ما كاتبين هنايا ب85 درهم، 1900 ريال. متابعينا الكرام، الليكيد ديال اريال والمسحوق ديال الغسالة من اومو كما كتشوفوا معنا كيبانوا بوضوح. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد ديودورون من ايشوايا كما كتشوفوا معنا، 250 ملي، ماكسي فورما، ب35 درهم، 700 ريال. كيجي بجوج انواع كما كتشوفوا معنا. وكاين ايضا معنا متابعينا الكرام معطر ديال الجو من ايرويك، 250 ملي، 25 درهم، 500 ريال. متابعينا الكرام من ايرويك،
وكاين ايضا معنا هاد الاقراص ديال الغساله، هاد لي طابلات ديال الغساله ديال الاواني ديال لافيسيل من فيري 26 قطعه 26 بياسه ب 60 درهم 1200 ريال. متابعنا الكرام، هاد لي كابسول ديال لافيسيل ديال غساله الاواني من فيري. مرجع من المتابعات ديالنا اللي سبق لهم جربوه يشاركونا التجربه ديالهم اللي كيتوفروا على الغساله ديال الاواني، يشاركونا التجربه ديالهم في هاد لي طابليت هادو، او ينصحونا بشي حاجه اللي تكون افضل في الجوده وفي الثمن. الله يجازيكم بخير. كاين ايضا معنا متابعنا الكرام مجموعه ديال 6 ديال الكؤوس ديال العصير من باسا باغسي 320 سي سي. في هاد الكؤوس هادو ديال العصير جايين طوال بهاد الديزاين هذا كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للثمن فهاد المجموعه ديال 6 دايره 800 ريال 40 درهم لهاد الكؤوس هادو. كاين اخر منتوج معنا طعام كامل للقطط من فريندي 400 غرام في هاد البواطات هادو، كاين بالسلمون وكاين بالبقر ب 9 درهم 180 ريال. متابعنا الكرام متابعتنا الكلمات، هذا هو العروض ديال اليوم. كيبان تابعتوا معنا عروض متنوعه في مواد غذائيه ومواد تنظيف وحتى مجموعه ديال الكؤوس. بالنسبه لهاد العروض متابعنا الكرام كما قلنا راه ديال يوم الثلاثاء 15 غشت 2023. ان شاء الله غيكونوا هاد العروض في جميع المحلات ديال بيم، نتمنى انهم يوفروا بكميات معقوله باش اللي بغى يستافد من اي منتوج يلقاه ان شاء الله. نتمنى ان هاد العروض يكونوا عجبكم وتكونوا استفدتوا معنا. اللي سبق له جرب اي منتوج من هاد المنتوجات يشاركنا التجربه ديالو من خلال التعليقات. ايضا الى عندكم شي راي شي مقترح شي افكار شاركونا الاراء ديالكم والافكار ديالكم في التعليقات. متابعينا الكرام الله يجازيكم بخير، واللي مازال ما يشترك يشترك ويفعل زر الجرس باش ديما يوصلوا الجديد وما يفوتوا حتى عرض. ايضا ما تنساوش تشجعونا بالضغط على زر ديال الاعجاب، راه كتشجعونا به بزاف. ونتلاقاو في عروض اخرى متابعينا الكرام في ميزات اخرى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.